الجمل الشيخ عض الحصان هيلمان. الحصان دخل عنده وبعدين الجمل مسكه من رجليه الشمال، وزي ما انت شايفين الحصان رجليه ورمت جامد جدا ومش قادر يحركها، بيحركها بالعافية. الكلام ده طبعا حصل في أسوان، والحصان هيلمان للي ما شافش الجزء الأول ياريت يرجع يتفرج عليه عشان النهاردة الجزء التاني. الحصان ده زي ما انتوا عارفين مهرة عنده 3 سنين من سلالة أجنبية، حصان سباق. جوه بق أي كائن حي بيكون فيه بكتيريا كتير جدا، فعضة الجمل زي عضة البني آدم، زي عضة الحصان، زي عضة الكلب، علاجها بيبقى صعب جدا لأن البكتيريا بتتوغل جوه الأنسجة، وبعد كده تعمل تسمم دموي، وبعد كده ممكن توصل لقدر الله إلى الوفاة لو ما تلحقتش. طبعا أنا كنت روحت القاهرة بعد زيارتي الأولانية لأسوان، وكلموني تاني قالوا لي الحق هيلمان حصل له الموضوع ده، وعلى طول خدت الطيارة ووصلت حوالي الساعة 2:30 الفجر عندهم، وبدأت على طول أحضر العدة وهدخل أعمل له عملية تنظيف جراحي. بعد ما حضرت المخدر روحت كده مسكت ودانه ولقيت الحصان شكله سخن، قلت لهم قيسوا لي الحرارة، طلع فعلا حرارته عالية جدا. درجة حرارة الخيل من 37.6 ل 38.4، يعني أعلى من درجة حرارة البني آدم، لكن الحصان ده كانت حرارته 39.5، كانت داخلة على 40. شايفين واقف إزاي، فتح رجليه ومش قادر وهلكان. إدينا له مية طبعا على المناعم بتاعته وعلى رجليه، وبعد كده بعد ما حرارته هديت اديته مخدر عشان اقدر اشتغل في رجليه، وهنا ماسك رجليه حصل اللي انتوا شايفينه ده. الحصان لسه مهر صغير ومش متعود على الالم ده ولا عنده اي تجربه في الحياه، فبالتالي مش قادر يتعايش، قاعد يتحرك يمين وشمال وبهدلنا اخر بهدله. طبعا هو معذور، الم جامد جدا، خراج في رجله، ماسك في رجله كلها، ولكن احنا عايزين نشتغل برضه وعايزينه يساعدنا. زي ما انتوا شايفين بيتحرك اهو يمين شمال، بهدلنا جامد مع اننا ملوشينه وعاملين كل حاجة، ولكن هو مش فارق معاه الكلام ده خالص. وبدأت تاني نظفت الجرح وبدأت احاول افضيه على قد ما اقدر، وبعد كده جاهز بقى للتدخل الجراحي. وطبعا بعد ما غسلت الجرح من جوه كويس قعدت احاول افضي اي نوع من انواع الصديد اللي موجود جوه واطلع السوائل على قد ما اقدر، لكن الحصان مش قادر يحتمل من الالم. بدأت أسيسه يمين وشمال لغاية ما قدرت أعمل العملية، وبدأت أنظف له الجرح بالكامل، والحمد لله الأمور تمت على ما يرام. ولكن طبعا هننتظر النتيجة، وعاوزكم تشوفوا النتيجة آخر الفيديو، هل هيعدي منها ولا لأ، كان الموضوع اتأخر هنشوف. تعالوا بقى نرجع لليوم التاني من زيارتي لأسوان. طبعا شفتوا الجزء الأول، وصلنا وخلصنا اليوم الأول وروحت الأوتيل، وبعد كده نازل تاني يوم الصبح. النيل طبعا منظره يتجنن، أسوان حتة من الجنة، حاجة تحفة، جنة الله على الأرض. وهناك بقى في المراكب بيعرفوا يركنوا ركنات جامدة جدا ويتحكموا في المركب كأنهم سايقين عربية، زي ما انت شايفين هنا بص بالملي. ولما وصلت المزرعة قابلت الحصان اللي انتوا عارفينه سياف، اللي هو كان عنده الحمرة، وكان الحقيقة بدأ يتحسن، وبعدين حصل له للأسف كولابس تاني أو حصل له انهيار تاني. وكان في بعض الدكاترة والأطباء البيطريين والطلبة البيطريين موجودين جايين يتعلموا من أسوان طبعا، وخدتهم معايا في الجولة كلها. وهنا طلع لنا الفرس الجميلة دي، قعدت اكشف عليها وقلت لهم انا عايز اشوفها في التروت بعد ما شفت رجليها. وطبعا قاعد اشرح للدكاترة هنا بقول لهم ما توقفش قدام الحصان الوقفة دي، لان دي وقفة تحدي، لازم توقف من الجنب شوية زاوية 45 درجة. وطبعا بفهمهم ازاي السيطرة على الخيل، ازاي تقدر تلف حصان من الثبات، كل الكلام ده مهم جدا للاطباء البيطريين عشان يعرفوا يبقوا دكاترة خيل متميزين. وبعدين كالعادة بطلع الحصان تروت. التروت ده الخطوة اللي زينا بالظبط، اللي هو ايديك اليمين بتبقى قدام مع رجليك الشمال، وايديك الشمال بتبقى قدام مع رجليك اليمين. بنعمل الخطوة دي عشان نعرف العرج. الحصان طبعا بيدوس، بينزل راسه على رجليه السليمة وبيطلع راسه على رجليه اللي وجعاه. طبعا احنا بنلمح الكلام ده في جزء من الثانية، ولكن بالخبرة وبالتجربة بتبتدي تعرف الموضوع ده، وكل الخيالين بيقدروا يحددوا العرج. ولكن بالنسبة لنا كأطباء بيطريين الموضوع مش بس تحديد، الموضوع ان انت عينيك لازم تبقى حساسة جدا جدا، هو ده الطب الرياضي للخيول. وطلع لنا الفرس الجميلة دي برضو صاحبها جاي مشوار عشان يكشف عليها، ولقيت عندها مشاكل شوية في الأوتار. هم كانوا فاكرين كده، ولكن طلع الموضوع حاجة تانية خالص. وزي ما انت شايفين بدأت اطلعها ترط تاني وبتعرج على رجليها اللي قدام شمال. لو انتوا لاحظتوا هنا هتقدروا تشوفوها، شايفين بتنزل دماغها على رجليها اليمين لقدام، وبتطلع طبعا دماغها على رجليها الشمال. وخلصنا الفرس، وبعدين قعدت اشرح للناس الطلبة الجمال والاطباء، اطباء المستقبل،
وبعدين لقيت الحصان أسد عامل مشكلة كبيرة جدا وعامل هيصة جامدة جدا جدا. قالوا لي ده جاي لك ولازم يتكشف عليه، وحصان متميز من خيل السبق وبصراحة شخصيته قوية. وأنا قلت إيه، ربنا يستر. شخصية وصهيل وضرب ومش واقف على بعضه. وهنا بقى كنت لبست خلاص الجلابية، كانوا عاملين لي بقى جلابية مخصوص السيد أحمد حبيب قلبي اللي أنا كنت في ضيافته. فصلوا لي جلابيتين زي ما انت شفته في الجزء الأول، ولابس الجلابية السوداني ومزاجي عنب العنب. وطبعا هنا بدأت أحاول أسيطر عليه. لازم الحصان اللي شخصيته عاملة كده لازم يكون يشوف منك حزم وقوة ويفهم إن شخصيتك هتبقى أقوى من شخصيته. لو ما عملتش كده للأسف هيكون خطر عليك جدا، وخطر على نفسه، وخطر على كل الناس اللي حواليه. وفي نفس الوقت لازم تحترم قوته دي، يعني في نفس الوقت ما تستهنش بيها ورايح اكشف على رجلي اللي فيها المشكلة ام ضارب واحدة كده وهنا ضرب واحدة تانية. وطبعا ده خطر جدا، الرجل دي لو لبست في حد الله يرحمه على طول. عشان كده قلت لهم لازم نغير المكان ونبعد عن الزحمة. الحصان طبعا متوتر جامد جدا من الزحمة، وهو اصلا عبارة عن شطة وعصبي جدا، وبدأوا يلوشوه من شفته وانا برضو داخل بحذر. ولازم هنا نصك التحتاني اللي هي رجليك تكون في النص القداماني بتاع الحصان، عشان طبعا تقدر تلحق نفسك وعشان ما يحصلكش اي خطورة. ولازم تاخد الوقفة الحذرة دي، زي ما انت شايف هو لو رفض دلوقتي مش هيجيب راسي، هيجيب الحتة اللي وراه. فلازم تحترم جدا الحصان والخيول اللي بالشخصية دي، يا اما هتندم ندم عمرك. وفعلا نزلت على رجليه وبدأت افحصها زي ما انت شايفين، والامور بقت طيبة. مرتين فحصتها وفحصتها كويس جدا. وبعد كده جت فترة التروت عشان اطلعه تروت، وبسلم على الاهالي اللي بيجوا من كل حتة كلهم جايبين خيلهم وجايين يكشفوا. واليوم جميل جدا زي ما انت شايفين، واهالي اسوان اجمل ناس في الدنيا. طبعا ما كانش راضي يطلع تروت، فخليت الراجل المحترم الخيال ده خليته يركبه. ده راجل سايس قديم وفاهم ازاي يتعامل مع الخيل، وركبه طبعا من غير سرج زي ما انت شايفين. والحصان هنا اتعفر، ربنا يستر. شايفين هنا كان عاوز يعني يرميه، ولكن سيطر عليه عشان هو راجل خيال جامد. وبدأ يحركه اهو خطوة الترد، وانا بشوف الخطوة عاملة ازاي. وفعلا في تأخير في الخطوة اللي ورا شوية، ولكن بدأت اوصف لهم ايه اللي هنعمله وايه اللي ما نعملوش. الحصان اسد من الخيول الجميلة جدا. انا بعشق الخيول اللي عندها شخصية بالشكل ده، الخيول اللي هي اما تشوفها تحس ان انت كده قدام حد عنده هيبة جامدة. وده هيلمان الغلبان اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو اللي الجمل عضه، بس ده طبعا كان قبليها بيومين والجمل لسه ما كانش عضه. قعدت العب معاه واتصور معاه وانا لابس الجلابيه الاسواني الجميله، وشعور الجلابيه ده بقى رحرحه كده يا جماعه. وهنا بقى الطلبه كلهم والدكاتره، قلت اخد معاهم حاجه تذكاريه كده. هم دول يعني امل مصر، هم دول امل مصر في الطب البيطري. كل الناس الجيل الجديد طالع يا جماعة عنده يعني استعداد ياكل الصخر عشان ينجح، ربنا يكرمهم ويحميهم. وفيهم ناس كانوا جايين مسافات جامدة جدا عشان طلب العلم. وهنا قلت اركب هيلمان، ولما طلعت لقيت الموضوع بالجلابية مختلف جامد جدا. ما بقيتش عارف اودي الجلابية فين، اطلعها قدام ولا ارجعها ورا. الامور ملخبطة على الاخر زي ما انتوا شايفين، مش عارف اوديها فين فعلا. وطه الفارس المحترم اللي لابس عمامه حمراء قال لي على السر، رجعت الجلابيه ورا ومسكت على طول السرعه، ويلا بينا يا هيلمان نعمل حركه من بتوع الصعيد، بتوع الناس الرجاله اللي مفيش زيهم في العالم. رجاله الصعيد مفيش زيهم في العالم فعلا، في الرجوله والشهامه والكرم والضيافه والجمال. يا اخي ده لو انت عندك هموم الدنيا وشفت ضحكه من الناس ديت تتبسط. وهنا بعمل زي تايتانيك، قمت واقع على الحصان. ما هو برضو ما ينفعش تايتانيك في الصعيد يا جماعة. ركوب الخيل لعزة وهيبة وفخامة جامدة جدا، وهيلمان الغلبان، هيلمان الغلبان. هل يا ترى يا هل ترى عديت من العضة ولا لا؟ هنشوف كمان شوية حالته بقت عاملة ازاي. وقعدنا ناخد صور تذكارية، وسلمت على العمدة الجميل وعلى كبار البلد، وطلعت مع السيد احمد حبيبي عشان يوريني البدلة التانية. شايفين الشياكة، شايفين الجمال، حاجة يعني بجد أهل كرم وضيافة. وطبعا غدونا وأكلونا، وبعد كده قلت لهم السلام عليكم عشان زيارتي انتهت. كنت هسيب المكان ده واطلع على مكان تاني عشان هنشوف حصان تاني وهنشوف مزرعة نعام، وبعد كده أطير على القاهرة. وشايفين الفارس الجميل ده، ولد زي القمر،
لابس اللبس الأسواني ما شاء الله عليه، وسامة فخامة ربنا يحفظه. ووصلت عند الحصان التاني، دخلنا مبنى كده، وبعدين لقينا الراجل راكن عربيته وجنبه البوكس بتاع حصانه. مفيش أشيك من كده بصراحة. طبعا المكان ده لسه هيتم توضيبه، ولكن الحصان حصان سباق برضو، وحصان جامد جدا. قالوا لي ما بياكلش كويس، وبعد ما فحصته يمين وشمال لقيته كويس جدا، ولقيت ان الموضوع في سنانه بس محتاجة تتبرد. وهنا بقى مزرعة النعام، دخلت قعدت اجري ورا النعام شوية بس الدنيا كانت ضلمة. وبعدين يومنا خلص ورحت على القاهرة. ونرجع بقى تاني بعد يومين سافرت، لغاية ما انتوا عارفين اللي حصل بعد ما الجمل عض هيلمان. وده هيلمان الحمد لله بعد 5 ايام بدأ يحط رجليه على الارض، بدأ يمشي والحمد لله. وانا بعمل لكم الفيديو دلوقتي الحصان مركوب ورجع تاني للرياضة، وشوفوا وشكم على الف خير.